ليبيد ممبرانا اللي هما الدهون الغشائيه. اليوم راح نتعرفوا على لي ليبيد ممبرانا. من بين هذو لي ليبيد ممبرانا اللي راح نتعرفوا عليهم راح نتعرفوا على لي فوسفوليبيد لي غليكوليبيد اي لي كوليسترول. بون توجور رانا في البارتي نيميرو 2 اللي هي لا ممبران بلازميك لو موديول بيولوجي سيلولير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في لاشانة ديالي بيولوجي أبيك ليلى. كما شفتوا في المقدمة بلي اليوم راح نتعرفوا على ليبيد ممبرانا. نذكركم بلو بلون دو ترافاي بلي رانا في الشابيتر نيميرو 2 اللي هي لي ليبيد ممبرانا. اليوم قلنا راح نتعرفوا على لي فوسفوليبيد، راح نتعرفوا على لوريجين دو فوسفوليبيد، عندنا راح نتعرفوا على لي غليسيرو فوسفوليبيد لي سفنغو فوسفوليبيد. لي غليكوليبيد راح نتعرفوا على لي غليسيرو غليكوليبيد لي غليكوسفينغوليبيد اي لو كوليسترول. انا جايه راح نتعرفوهم ايتاب بار ايتاب. اون اوبزيرف دون لا مومبران لي فوسفوليبيد غليكوليبيد كوليسترول، هذه هضرناها في الفيديو الاول. شيما ريبريزونتي لا ستراكشر دو لا مومبران بلازميك، هنا تعرفنا على لي بروتين انترا مومبرانير ولا انترا سيك، تعرفنا على لي فوسفوليبيد، تعرفنا على لي بروتين بيريفيريك، تعرفنا على لي غلوسيد غليكوبروتين غليكوليبيد كوليسترول اكسيتيرا. بون لي ما شافش الفيديو الاول يشوف الفيديو تاع ستركتور اي كومبوزيسيون دو لا مومبران بلازميك. تو سي ليبيد سون اون فيفيل، اش معناها تو لي ليبيد سون اون فيفيل؟ يعني كاع هذو لي ليبيد هما اون فيفيل، يعني بيبولار، يعني عندهم قطبين. اي بريزونتي دو بول، ان بول هيدروفيل سيتادير عندهم قطب هيدروفيل يعني محب للماء، وبيا نقدر نقولوه او ليبوفوب او مضاد للدهون بولير يعني يكون قطبي، وعندهم ان بول هيدروفوب اللي هو كاره للماء، وكما نقدر نقولوا ليبوفيل يعني محب للدهون نسموه ابولير ولا نو بولير يعني غير قطبي. بون سي ليبيد انفيفيل ديريجون لور بول هيدروفيل فير لو اي لي بول ليبوفيل سان بروتيج دو لو. هنا هذو لي فوسفوليبيد، هذو لي فوسفوليبيد اللي يتكونوا في لي ليبيد ممبرانا. حنا عرفنا بلي لا ممبران بلازميك يتكون من لي ليبيد ممبرانير لي بروتين ممبرانير اي لي غليسيد. يعني من هذوك لي ليبيد ممبرانير اليوم راح نتعرفوا على لي فوسفوليبيد. هذا الفوسفوليبيد هو هذا، هذا الفوسفوليبيد هو هذا، هذه هي جزيئه الفوسفوليبيد. حنا قلنا الممبران بلازميك يتكون دو بيكوش فوسفوليبيدي يعني طبقتين من الفوسفوليبيد، هذه هي جزيئة الفوسفوليبيد. هذه جزيئة الفوسفوليبيد شي عندها؟ عندها تات هيدروفيل يعني عندها الرأس تاعها هيدروفيل محب للماء، وعندها لاكو تاعها اللي هي الذيل هيدروفوب كارهة للماء. هذا هو عندها ان بول هيدروفيل محب للماء ولا بولير يعني قطبي، وعندها ان بول هيدروفوب كاره للماء ولا نون بولير. قلنا سي ليبيد انفيفيل ديريجون لور بول هيدروفيل فير لو اي لي بول ليبوفيل سان بروتيج دو لو. سيتادير يعني هذا هذا البول هيدروفيل اللي هو هذا اللي محب للماء يجي من جهه الماء، وهذه لا كو اللي تكون كارهه للماء تجي في الوسط. بون هذه لا فوتو تبين لكم. بون هذه هي دو بيكوش فوسفوليبيديك، هذه هي دو بيكوش فوسفوليبيديك. جزيئه من هذه هي هذه، قلنا عندها ان غروبمون بولير هيدروفيل وعندها غروبمون نون بولير هيدروفوب. عندنا هذه لا فوتو، هذه منها كاين الماء في الميليو اكسترا سيلولير، ولا في الميليو انترا سيلولير كاين الماء. راني نقول لكم باغ اكزومبل مثال، هنا عندنا هنايا الماء وهنا الماء، واعتبروا بلي هنايا رانا في الميليو انترا سيلولير وهنا في الميليو اكسترا سيلولير، يعني منها سيتوزول ومنها راه الميليو اكسترا سيلولير. هذو لي فوسفوليبيد شي يجي عندهم؟ قلنا عندهم دو بول، بول هيدروفيل و بول هيدروفوب. بون لو بول هيدروفيل يجي من جهه الماء، ها لو بول هيدروفيل يجي من جهه الماء، ها البول هيدروفيل راه من جهه الماء، وهذا الكوب هيدروفيل راه جاي من جهه الماء. هذو لاكو اللي قلنا هيدروفوب كارهه للماء اللي هي هذه مع هذه تجي داخل شغل، يعني هذاك البول هيدروفيل راه مبروتيجي المبروتيجي هذيك لاكو اللي تكون هيدروفوب راه مبروتيجيها من الماء. بروميييرمون لوريجين تاع لي فوسفوليبيد، مين يجوا هذو لي فوسفوليبيد ولوريجين تاعهم اش تا هو؟ بون نتبعوا لا فوتو ايتاب بار ايتاب. كاين لي فوسفوليبيد يجي من غليسيرول، وكاين لي فوسفوليبيد يجوا من سفنغوزين. داكوغ صح. دوك هذو لي غليسيرول، هذا الفوسفوليبيد كيجي مع غليسيرول شا يعطينا؟ يا بروميييرمون يعطينا غليسيرو فوسفوليبيد، سيتادير غليسيرول ارتبط مع الفوسفوليبيد، عطانا جزيئه الغليسيرول فوسفوليبيد.
وطعنا كذلك جزيئه واحده اخرى اللي هي غليسيرول غليكوليبيد. الاوريجين تاعو الزوج اللي هو سفانكوزين يجي يعطينا كذلك دو شوز، يعطينا سفانكو فوسفوليبيد او بيا يعطينا غليكو سفانكوليبيد. بون غليسيرول غليكوليبيد مع غليكو سفانكوليبيد جايين مع لا بارتي غليكوليبيد. حنا راح قلنا راح نتعرفوا من الليبيد ومبغانا راح نتعرفوا على لي فوسفوليبيد غليكوليبيد وكوليسترول. يعني هادو دو بارتي هذه اللي راهي بالفيغ نحتاجوهم في البارتي تاع غليكوليبيد. حنا دوك شنو راح نقراو، شنو راح ندرسوا دوك، راح نقراو غليسيرول فوسفوليبيد وسفانكو فوسفوليبيد. توجور تبعوا لا نيميروتاسيون سيل فو بلي. لي فوسفوليبيد انا في الا 2 بروميير معرفنا ا لوريجين تاع لي فوسفوليبيد. الزوجه راح نقرا ا 2 لي غليسيرول فوسفوليبيد. هادو لي غليسيرول فوسفوليبيد مين يجو؟ يجو ا بارتير دو لا غليسيرول. بون لي غليسيرول فوسفوليبيد اي كونستيتو دان اسيد فوسفاتيديك. يعني هادو لي غليسيرول فوسفوليبيد يتكونوا من اسيد فوسفاتيديك، صح؟ هذا اسيد فوسفاتيديك مما يتكون، يعني شتا هما المكونات تاعو؟ يتكون من دو اسيد غرا بلس ان غليسيرول بلس ان فوسفات. بون دو اسيد غرا اللي هما الاحماض الامينيه، دو اسيد غرا ها هما لنا اسيد غرا وها هي لنا اسيد غرا. عنده يتكون من ان غليسيرول، ها هو غليسيرول، ويتكون من ان فوسفات اللي هو ها ان فوسفات. هذه لاتات، هذه منا لاتات، وهذه منا يعني من غليسيرول، من غليسيرول حتى لهنا جايه لاتات، يعني هذه من غليسيرول حتى لهنا جايه لاتات، وهذه منا لاكو اللي تكون كريهه للماء. هنايا عندنا تات بولير، شوفوا نقدروا نسموها تات بولير، نقدروا نسموها غروبمو هيدروفيل، نقدروا نسموها بارتي هيدروفيل. عندنا تات بولير، هذه تات بولير وهذه اللي قلنا لاكو هيدروفوب اللي تكون كريهه للماء. هنايا هاي اسيد غرا، اسيد غرا هنايا اسيد غرا ساتوري، هنا اسيد غرا انساتوري غراس ا دو ليزون. هنايا لا تات راه فيها غليسيرول فوسفات والكول. بتيت رومارك بلي هذا الكول يتغير، يعني قلت لكم الكول اون جينيرال، بصح هو الكول تاع الكول هو راح يتغير. هنا اسيد غرا نو بولير يعني غير قطبي اللي نسموها لا بارتي هيدروفوب، وهنا غروب مو فوسفات بولير هيدروفيل. داكور توجور انا في ا2 غليسيرول فوسفوليبيد ا بارتير دو غليسيرول. عندنا اوتر غليسيرول فوسفوليبيد سيتادير هما تابعين لغليسيرول فوسفوليبيد مي اوتر. غليسيرول فوسفوليبيد يتكونوا من دوز اسيد غرا بلس ان غليسيرول بلس ان فوسفات بلس الكول. الكول قلت لكم يتبدل، عندنا سيرين كولين ايثانولامين، يعني يتبدل على حساب هذه. هنايا الكول يتبدل، هنايا يقدر يكون عندنا سيرين، يقدر يكون ايثانولامين اكسيتيرا en fonction de la de l'alcool lié par une liaison ester au phosphate en opiat. C'est-à-dire يعني على حساب هذاك الكحول اللي يكون مرتبط مع الفوسفات يعطونا لا ليزو استر. تكون عندنا انواع مختلفه من لي زوتر غليسيرول فوسفوليبيد. بون كيما عندنا هنايا لي زوتر، هذو رانا في لي زوتر غليسيرول فوسفوليبيد. لي غليسيرول فوسفوليبيد عندنا هنايا فوسفاتيديل سيرين، سيتادير اسيد فوسفاتيديك بلس سيرين. حنا اسيد فوسفاتيديك مين قلنا يتكون؟ قلنا يتكون من دوز اسيد غرا ان غليسيرول بلس ان فوسفات. داكور معناها اسيد فوسفاتيديك بلس نزيدو له سيرين باه يعطينا فوسفاتيديل سيرين. هنايا كيما فوسفاتيديل ايثانولامين اللي نمزورو بي او اللي هو اسيد فوسفاتيديك بلس ايثانولامين. عندنا فوسفاتيديل كولين اللي هي بي سي تعطينا ليكتين اللي هو اسيد فوسفاتيديك بلس الكولين. فوسفاتيديل انوزيتول اللي هو يساوي اسيد فوسفاتيديك بلس انوزيتول. نعاود نشرح لكم هذه. الكول هو هنا اللي يتبدل. بون هذا كاع نسموه اسيد فوسفاتيديك. قلنا اسيد فوسفاتيديك يتكون من دوز اسيد غرا بلس ان غليسيرول بلس ان فوسفات، نسموه اسيد فوسفاتيديك. نزيدو له برك الكول، الكول كاين السيرين كاين الكولين كاين الايثانولامين، سيتادير كل واحد نسموه على حسابه. اذا كان كاين عندنا السيرين نسموه فوسفاتيديل سيرين، اذا كان عندنا ايثانولامين نسموه فوسفاتيديل ايثانولامين، اذا كان عندنا الكولين نسموه فوسفاتيديل كولين، واذا كان عندنا انوزيتول نسموه فوسفاتيديل انوزيتول. بون La composition en glycérophospholipides différente d'un sucre à une autre. C'est-à-dire, la composition de glycérophospholipides est différente. Par exemple, dans la cellule nerveuse, on trouve plus de PC et PE. Le phosphatidyl choline ou le PE ou le phosphatidyl éthanolamine. Comme je me représente les glycérophospholipides. On a deux acides gras, yani acide gras mais acide gras. Bon, c'est un glycérol ou c'est un groupe de phosphate. بون منا هذه كاع راهي اون تاتا، وهذه منا لاكو هيدروفوب. داكور صح. هنايا ملي كاين روابط بون بين الكوب مو فوسفات مع الكول كاين روابط،
في عوض نقوله أسيد فوسفاتيديك نقوله فوسفاتيديل. داكور، هنا الكول هو اللي يتبدل، هنا الكول هو اللي يتبدل، يقدر يكون إيتانولامين كما يقدر يكون كولين كما يقدر يكون سيرين كما يقدر يكون غليسيرول كما يقدر يكون إنيزيتول. لسفنغو فوسفوليبيد، يعني هذو لسفنغو فوسفوليبيد أبارتير دو لا سفنغوزين. داكور، la seconde famille des phospholipides membranaires est composée des، يعني هذا السفنغوفوسفوليبيد هو يعني العائلة الثانية من تحليل فوسفوليبيد مبغانير اللي هما دهون الغشائية. est composée des sphingophospholipides، هذا اللي في السفنغوفوسفوليبيد بما يتكون، يتكون من سفنغوزين، يعني هي الجزيء كما نقولوا الماجور ولا الكبيرة، عندنا سفنغوزين بلس اسيد غرا، كاين غير واحد اسيد غرا، روماركو مليح، كاين غير واحد اسيد غرا بلس ان فوسفات بلس ان الكول. داكور، صح. parmi ces lipides عندنا سفنغوميلين، سفنغوميلين اي كونستيتوي دان سفنغوزين، يتكون من سفنغوزين اللي رمزو له اس بلس ان اسيد غرا بلس ان فوسفات وان الكول اللي يقدر يكون ايتانولامين او بيا كولين. نعاودو نعطيكم شي ماغي بريزونت لي سفنغوفوسفوليبيد، هذا قلنا يتكون من سفنغوزين، ها هي نرمزو لها سفنغوزين اللي هي عباره عن اس واسيد غرا، صح. بون، هذا سفنغوزين مع اسيد غرا يعطينا سيراميد، هكا جزيء اخر يسموها سيراميد. ومن بعد هذاك ولا كاين واحد اخر يقولها سيراميد بلس ان فوسفات بلس ان الكول، مي انا بغيت نعطيكم بلي ديتاي. بون، اس قلنا سفنغوزين بلس اسيد غرا بلس ان غروبمون فوسفات ومن بعد الكول، الكول يقدر يكون ايثانولامين كما يقدر يكون كولين. داكور، هذه كو هيدروفوب اللي هي كارهه للماء، قطب الكاره للماء، وهذه تات هيدروفيل اللي هي تكون محبه للماء. سيزا انفورماسيون سيانتيفيك باسي سو ريفيرونس بيبليوغرافي. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساو تشتركوا في قناتي بيولوجي افيك ليلى وديروا لي جيم، وبقاو على خير وتهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.